الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين وبعد فنواصل الحديث في هدي القران الكريم الى الحجه والبرهان بقلم شيخ الاسلام الامام عبد الله سراج الدين رضي الله عنه والسحاب المسخر السادسه قال تعالى والسحاب المسخر بين السماء والارض والسحاب اسم جنس واحده سحابه وسمي بالسحاب لانسحابه في الاجواء والفضاء او لجر الرياح له وانسحابه معها ففي انشاء الله تعالى له كما قال تعالى وينشئ السحاب الثقال وضمه بعضها الى بعض وتكاثفها فوق بعضها وتحميلها الامطار الغزيره وانزالها منها قال تعالى وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا في ذلك كله ايات عظيمه لقوم يعقلون فيعلمون ان لها ربا خالقا حكيما عليما بكل شيء قديرا على كل شيء اتقن صنع كل شيء سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين